أإله مع الله قليلا ما تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الرد السابع على الملحدين الذين يدعون أن القرآن يحوي أخطاء علمية. من تلك الافتراءات على كتاب الله أنهم يقولون إن القرآن يؤكد أن الأرض خلقت أولا ثم خلقت السماء، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى آخر الآيات، آيات تتحدث عن خلق الأرض. ثم بعد ذلك يقول: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. إذن الآية تتحدث عن خلق الأرض أولا ثم خلق السماء كما يزعم هذا الملحد، وهذا يخالف الحقائق العلمية التي تقول إن السماء خلقت أولا بمجراتها بنجومها، ثم خلقت الأرض بعد ذلك بمليارات السنين. أيها الأحبة، دققوا معي جيدا، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. خلق هنا يتحدث البارئ عز وجل عن خلق الأرض. لا توجد آية واحدة في القرآن تتحدث عن خلق السماء بعد الأرض، لا توجد أيها الأحبة. الخلل أين يحدث؟ عندما تسيء فهم كلمات القرآن. الآية التي بعدها تقول: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يعني السماء موجودة. يعني أنا مثلا بنيت هذا البيت، بعد أن أنجزت بناء هذا البيت التفت أو ذهبت إلى الحديقة لأزرعها، فهل الحديقة موجودة أم غير موجودة؟ دققوا جيدا أيها الأحبة. الله تعالى خلق الأرض ثم استوى إلى السماء، إذن السماء موجودة أصلا، لأنه قال ثم استوى إلى السماء. ولكن متى يكون هناك خطأ علمي؟ عندما يقول خلق الأرض في يومين ثم خلق السماء. هذا لو كان حصل في القرآن لكان هناك خطأ علمي. إذن أيها الأحبة، القرآن من أوله لآخره لا توجد ولا آية تتحدث عن خلق السماء بعد الأرض صراحة. إنما الآيات مثلا في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم خلق السماء، لا، ثم استوى إلى السماء، أي السماء موجودة، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، لم يقل خلقهن سبع سماوات. القرآن دقيق أيها الأحبة. وكلمة استوى هنا لا يجوز أن تفسرها بمعنى خلق، الخلق يختلف عن الاستواء تماما. إذن كل القرآن يؤكد أن السماوات خلقت أولا. مثال: خلق السماوات والأرض بالحق، خلق السماوات والأرض في ستة أيام. آيات كثيرة تتحدث عن السماوات والأرض، دائما تأتي السماء أو السماوات قبل الأرض، إلا آية واحدة قال تعالى في سورة طه: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. لماذا أخر السماوات هنا؟ ليشير إلى عظمة خلق السماوات، لأن خلق السماوات شيء عظيم، ليدلك على وجود شيء عظيم هنا، فخالف القاعدة القرآنية التي في كل القرآن السماوات تذكر والأرض، السماء والأرض، السماوات والأرض، إلا في هذه الآية
قال تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. حتى حرف الواو هنا أيها الأحبة لا يشير للتسلسل. الواو في اللغة العربية حرف عطف لا يدل على الترتيب. لو أن الله تعالى قال تنزيلا ممن خلق الأرض ثم خلق السماوات لكان هنا خطأ علمي لو استخدم كلمة ثم، لأن ثم قطعا تعني الترتيب أو التسلسل. فخلق الأرض والسماوات لا تدل أيهما خلق قبل، لا تستطيع أن تعرف. حرف الواو في اللغة العربية لا يفيد الترتيب ولا يفيد التسلسل، إنما هو حرف عطف. وهكذا أيها الأحبة، القرآن العظيم دقيق جدا، يتحدث عن خلق الأرض ثم يقول ثم استوى إلى السماء، أي السماء موجودة، كيف يستوي إلى شيء غير موجود؟ إذن السماء موجودة أصلا قبل خلق الأرض وموجودة أثناء خلق الأرض، ولكن الله استوى إلى السماء بعد أن خلق الأرض، استوى إلى السماء ففصل هذه السماء جعلها سبع سماوات. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. إذن لا يوجد تناقض علمي في هذه الآيات على الإطلاق أيها الأحبة، والقرآن العظيم منزه عن الخطأ، والحمد لله رب العالمين. وإلى لقاء قريب لنتناول شبهة أخرى ونرد عليها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أإله مع الله، تعالى الله عما